كنشاهدوا معنا حضرنا في فعاليات ديال الدوره السادسه ديال مهرجان امانوور اللي كتنظم الجماعه ديال ايدا كوكمار بالتنسيق مع الجمعيات المحليه. هذه واحده من التظاهرات اللي كتساهم في التنشيط الصيفي ديال المنطقه وكتساهم كذلك في الترويج ديال الثقافه المحليه بالدرجه الاولى. وحنا بهذه المناسبه وباسم المجلس الاقليمي كنهني الجماعه ديال ايدا كوكمار والجماعات المنظمه على حسن التنظيم، وفي نفس الوقت كنشكرهم على هذا التفاعل الايجابي والابراز ديال الموروث الثقافي والفني والتراثي بالمنطقه. وكما في العلم ديالكم ان الاقليم ديال تزنيت جميع الجماعات ديال الترابيه يشهد واحد العدد ديال التظاهرات الثقافيه والفنيه اللي في الحقيقه كتبين بان الغنى الموروث الثقافي ديالنا على مستوى الاقليم ديال تزنيت. وهذه مناسبه باش نشكر المنظمين ونتمنى المزيد من التوفيق والسداد لكافه الجمعيات اللي كتساهم وكذلك الجماعات في التعريف بالاقليم ديالنا المتنوع على مختلف الاصعده والمستويات. ابو بكر تقدم عضو اللجنه التنظيميه لمهرجان امانوور دوره تيسديست اللي تنظم الجمعيه نفله وسيف بالتعاون مع الجمعيه نوكرد نسكدلت بشراكه مع الجماعه الترابيه نيدا كوكمار. الدورات تشكات غيجلس كل زرين الدورات اللي زرينين باش اتحيو المكار ثلاثه نيدا كوكمار اللي داري لين تاريخ باهره القرن. المهرجانات تنظم على مدى ثلاث ايام السنه 15 16 17 غشت. ابدا سين حفل تميز توجيز المتفوقين دراسيا على صعيد جميع المؤسسات اللي تمنين الجامعه الترابيه نيدا كوكمار تلامذات اللي لانين الجامعه الترابيه ايدا كوكمار. قدت الالتفاته دار المجلس الجماعي باش يحتفل ستلامذات اشكون تني ايغان اطور المستقبل ان شاء الله لريك اطور الجماعه نيدا كوكمار. كذلك البرنامج الفني يقال البرنامج اللي كان غني يوازيت كذلك يا البرنامج اللي كان ثقافي اللي حيزري غير كليسني حفل تميز زرقس دوره تكوينيه لفائده الجمعيات على صعيد ايدا كوكمار. ثم لقاء تواصلي التسكار على اساس انه انشجع او انحرب الظاهره الهدر المدرسي نسبين تقيس الدور المجلس الجماعي وكذلك الجمعيه النقل المدرسي وكذلك جميع الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الجمعويين لان حيدا كوكمار ولا برا نيدا كوكمار. غصد لا اليوم الختامي حضر نديح مجموعه نينوزر اللي تعرفني سواء وطنيا ولا حتى دوليا. الخيرات ينال الاستحسان من الجمهور اللي حاضر الدوره السادسه للمهرجان ومن ورغ. كذلك لان درنا مجموعات لانين حيدا كوكمار كان ابناء المنطقه غير نركز نشجع ابناء المنطقه كذلك اللي تمارسين الفن غير كليسنيح الهدف الاسمى ولا الهدف الرئيسي للمهرجانات ايكات انه اتنحيو المكار حيدا كوكمار اللي دار لانت جذور تاريخيه يقدر نعتبر بانه من اقدم الاسواق ليلان على صعيد دائره انزي. وكنشكروا جميع الفاعلين الاقتصاديين وكذلك الفاعلين الجمعويين. نتشكر الجمعيات المنظمه، نتشكر
السلطات المحليه، غنشكر الدرك الملكي، غنشكر كذلك جميع المنابر الاعلاميه اللي تحضرنين باش تغطين الدوره السادسه للمهرجان ومن ورغ ولا الماء الذهب. وشكرا. احمد عكوبي رئيس جامعه تغمين. اليوم نحن نعيش اللحظات الاخيره للدوره السادسه لمهرجان امن وورغ بجامعه الدومر. مهرجان مر في جو بهيج وخلق فسحه لساكنه ادرار، ساكنه جامعه الدومر وجامعه المجاوره. حفل بهيج تميز بالتنظيم المبهر لنساء ورجال جماعة إيتاكومار. دورة كانت في المستوى المطلوب من خلال الفقرات الغنائية ومن خلال الكلمات الترحيبية لرئيس المجلس الجماعي ولممثلي جمعيات المجتمع المدني. نتمنى الدورات المقبلة أن تكون أحسن وأبهر إن شاء الله. شكرا. Hey!
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا